هل يمكنني المرور من هنا؟ بريجيتا موش من النساء القليلات اللائي يقضن شاحنات لمسافات طويلة. أنا متزوجة من شاحنتي، ولو كان لدي شريك وطلب مني التوقف عن قيادتها كنت لن أتوقف وسأطلب أن يغرب عن وجهي. رغم الأجر الجيد والحرية، فلا توجد نساء يرغبن في قيادة شاحنات إلا بالكاد. لا حاجة لصالة لياقة بدنية. مورغ على الحدود السويسرية، تبدأ بريجيتا عملها مبكراً وهي سائقة بدوام كامل في شركة بويملي للشحن. صباح الخير. تلقي التحية على شاحنتها إيدي المملوكة للشركة، لكن يسمح لبيجي كما تحب بريجيت أن تنادى بقيادتها. ستقضي الأيام الخمسة المقبلة في الشاحنة ذات الخمسة أمتار مربعة. السيدة خمسينية العمر تعيش هذا الروتين منذ 30 عاماً. أحب هذه الحياة. لا أستطيع أن أشرح السبب، لكني أشعر بالسعادة عندما أكون خلف المقود. تغادر بيجي المرأب في 5:30 صباحاً. ساعات عمل سائقي الشاحنات منظمة بصرامة في ألمانيا. تحظر القيادة لأكثر من 10 ساعات يومياً، لكن العمل اليومي غالباً ما يكون أطول كثيراً. مدة الوردية 13 ساعة عادة، ولكن يمكن أن تمتد ل15 ساعة. وردية اليوم 12 ساعة فقط، لأن العمل اقتصر على القيادة. 12 ساعة وردية طويلة. على بيجي بداية أن تقود الشاحنة 50 كيلومترا بدون مقطورة. ستستلمها من شركة أخرى، لكن الطريق مغلق. يا إلهي، ما هذا؟ لابد لي أن أسلك طريقا آخر. أو ربما سأتمكن من المرور. هل أستطيع ذلك؟ ممر ضيق، لكن بيجي تعرف شاحنتها جيدا. لكن ثمة مشكلة أخرى. القيادة إلى الخلف عبر مستودع مليء بالعقبات عمل دقيق. المزيد من المناورة ضروري. يتعين عليها القيادة نحو المقطورة بدقة، والحمولة طلاء صناعي. لا حاجة لصالة لياقة بدنية. أحتاج لقهوة. أين أوان القهوة وإنجاز الأعمال الورقية؟ الساعة الآن هي 7 صباحا، وكنا هنا قبل 7. هذا ما يحدث عندما ننتهي من ربط المقطورة. توثق كل شيء لشركتها عبر الكمبيوتر اللوحي في الشاحنة. الشابة كاتارينا بويملي مديرة شركة الشحن. يتيح لها كمبيوتر الشاحنة الحديث معرفة مكان وجود بيجي وشاحنتها إيدي في أي وقت. يمكنك أن ترى هنا حركة المرور الكثيفة الاثنين الماضي. لم تقض سوى 4 كيلومترات خلال 50 دقيقة، لذلك تأخرت كثيراً. من خلال ذلك سنتصرف أفضل المرة القادمة. لديهم نظام رصد ممتاز. لقد تزودت بالوقود هذا الصباح وأجرت الفحص العادي قبل بدء القيادة، كل ذلك عبر الكمبيوتر الموجود في الشاحنة. تتبع ذلك أمر مهم لشركة النقل التي لديها 160 شاحنة في الخدمة، ولكن بدون عدد كاف من السائقين. ترغب كاتارينا في توظيف المزيد من السائقات. بعد سوء تفاهم، عادة ما تعتذر النساء لاحقاً لأنهن لم يكن وقت الشجار بمزاج جيد، أمر لا نعهده مع الرجال. لذا لدينا هنا نوع مختلف من التعاون، إلا أن كلا الجنسين يؤديان المهمة بشكل جيد ومتساوٍ.
تراعي الشركة طول وزمن رحلات النساء، ورغم ذلك لديها 3 نساء فقط من مجموع 180 سائقاً. إننا بحاجة إلى المزيد من الأشخاص، وسنكون سعداء بكل من ينضم إلينا ويستمتع بما نقوم به ويعتبر الوظيفة بمثابة مهنة له، ولا يهمنا الجنس. على بعد 50 كيلومتراً تصل استراحة بيجي لنهايتها، وكما تصور رئيسها فإن قيادة الشاحنات ليست وظيفة بل مهنة. للنجاح لابد من ممارسة هذه المهنة بشغف. أنا لا أقود الشاحنات لأنني مضطرة، بل لأنني أريد ذلك. لنأخذ على سبيل المثال شاحنتي. بالطبع هي مجرد شاحنة، لكنها أيضاً كزميل لي، فنحن نعمل معاً، وعندما تكون في حالة سيئة أكون مثلها تماماً كما في الشراكة الزوجية. أنا متزوجة من شاحنتي، وإذا كان لدي شريك وطلب مني التوقف عن القيادة فلن أتوقف وأطلب منه أن يغرب عن وجهي، فالقيادة هي حياتي. عشق بيجي للقيادة كلفها زواجين، لكن ما يزعجها هو عدم تمكنها من رؤية ابنتيها. لم أقضي وقتاً مع بناتي مطلقاً، وهذا يؤلمني. لم أكن متاحة لهم إلا عبر الهاتف، لم أحتضنهما أبداً. كان هذا سيئاً ولا يزال. أثناء استراحتها تنظر بيجي لإصبع قدمها الذي اصطدم بإطار الباب الليلة الماضية وسبب لها آلاماً. لونه أصبح أرجواني. أعتقد أنه لا يمكن فعل شيء لإصبع القدم الصغير، ربما تضمد 2 معاً. الضماد كاف، وبعد 12 ساعة تكون بيجي قد قطعت 200 من الكيلومترات للوصول إلى إحدى الاستراحات. لنرى، أسنجد مكانا مناسبا لنتوقف؟ والآن نوقف المحرك. الشاحنة تحت الشمس الحارقة، الساعة 5 ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية في الظل. عند الساعة 8 تبدأ في الاستعداد للنوم باستخدام حمام محطة الشاحنات. الظلام لم يحل تماما في الخارج، لكن على بيجي النوم. تضبط المنبه على الساعة 3 كي تتمكن من الانطلاق عند 4 كما هو مخطط، لكن الانطلاق في الصباح التالي لم يكن بالترتيب المتوقع لأن بيجي أخذها النوم. استيقظت قبل رنين المنبه وأغلقته، لكن نسيت الوقت تماماً. يا للغباء. بيجي هي المسؤولة الوحيدة عن نقل الطلاء من مقطورة شاحنتها إلى خزانات الشركة. وبعد إفراغ الطلاء عليها غسل الخزان. ثم إلى المهمة التالية بعد تجاوز التوتر الصباحي. أصبحت أكثر هدوءاً مع تقدم العمر. كنت متهورة للغاية وأقود بأقصى سرعة، لكن الآن أقود بسرعة 83 وأخذ الأمور ببساطة. فالإنسان يعيش مرة واحدة
وأنا لا أريد الانصياع على التهور أو إرهاق نفسي حد الاحتراق الداخلي.